تقوم المشيمة بوظائف أساسية خلال فترة الحمل، وبين تلك الوظائف حماية الجنين من الفيروسات وما شابهها. اكتشف العلماء مؤخراً أن المشيمة تقوم بتفعيل جهاز المناعة بشكل طفيف ومتواصل خلال فترة الحمل حتى في ظل غياب تهديد مباشر من الفيروسات. يخالف هذا فكرة أساسية لطريقة عمل جهاز المناعة لدى الإنسان. فما هي الطريقة التي تقوم بها المشيمة بإنجاز هذا الأمر؟ ولماذا؟ وما هي فوائدها؟ اسمي الدكتورة حنا توتري داجن، وأنا أستاذ مصاحب في جامعة جنوب فلوريدا في قسم الصيدلة وعلم وظائف الأعضاء. قمنا مؤخراً باكتشاف تعرفنا من خلاله على الطريقة التي تقوم بها المشيمة بحماية الجنين من العدوى الفيروسية. بدأنا هذا المشروع كنتيجة لعملنا على مشروع آخر مستقل بشكل كامل، وكان يركز على التركيبة الجينية الخاصة بورم حميد لدى الأجنة ينتج عنه انتشار لخلايا تسهم في تشكيل أوعية دموية غير اعتيادية. قد تتواجد هذه الأوعية في الوجه وتسبب تشوهات. إن المميز في هذا الورم هو أنه ينمو ثم يضمر بشكل ذاتي، وليس من الواضح كيف يحصل هذا الأمر. تعاونت مع باحث من جامعة روكفلر يونيفرسيتي، حيث قمنا بتحليل عينات من هذا الورم لدى الأطفال، ووجدنا كتلة من هذا الحمض الريبوزي نشطة في المشيمة. إن هذا الحمض الريبوزي يتواجد فقط عند رئيسيات مثل الإنسان وبعض أنواع القرود، ولكنه لا يتواجد في الفئران أو غيرها. استغرقنا بعض الوقت لتطوير أداة كرسبر لتحرير التركيبة الجينية لنستخدمها في تفعيل هذه الجينات، وعند تفعيلها في الخلايا البشرية رصدنا مضادات الفيروسات معبر عنها بشكل كبير. ومرة أخرى كنت متفاجئة، لأن الحمض النووي الريبوزي عادة ما يمنع التعبير الجيني أو يقلل التعبير الجيني، بينما وجدت أن غالبية الجينات تتمتع بتعبير كبير جداً، خصوصاً تلك المتعلقة بالالتهابات والمسببة للعدوى. كما وجدت أن الدفاعات ضد الميكروبات فعالة جداً. كان هذا الأمر مفاجئاً. لم أفهم كيف يمكن للحمض النووي الريبوزي أن يفعل الجينات، خصوصاً الجينات الخاصة بالالتهابات. عند النظر في هذا الحمض النووي الريبوزي، لاحظت أن 50% من سلسلات الجينات هي من نوع القافزات الارتدادية للمتكررات الطويلة الطرفية Retrotransposons. وعادة ما يتجاهل الباحثون هذه المادة ويعتبرونها كحواشي غير مهمة في التركيبة الجينية. فكرت أنه يمكن أن تكون هذه Retrotransposons هي المسؤولة عن تفعيل ردة الفعل المناعية والجينات المسؤولة عن الدفاع ضد الفيروسات. لقد كنا محظوظين لأنه كان بإمكاننا القيام بهذا الاختبار البسيط. This cluster is only in primates and humans.
كما ذكرت، هذه المجموعة من الحمض النووي الريبوزي سجلت فقط لدى الرئيسيات والإنسان، لذلك استخدمنا خطوطاً من الخلايا البشرية لتفعيل بعض الجينات، ثم قمنا بحقن الخلايا بفيروسات، ووجدنا أنه عند تفعيل بعض الجينات فإن الخلايا تكون محمية من العدوى الفيروسية. استخدمنا 4 أنواع مختلفة من الفيروسات، بينها كوفيد وزيكا وغيرهما، ووجدنا أنها وفرت حماية ضد الفيروسات. لم نستطع القيام باختبارات حية على البشر. وجدنا أن الفئران لديها تكتل حمض النووي الريبوزي مشابه، وهو متوفر في المشيمة. لقد وجدنا أنه يمكن القيام بهذه التجربة على الفئران عبر استخدام خلايا معتادة أو معدلة، وعرضناها لفيروس زيكا، وفعلا وجدنا أن الخلايا المعدلة أصيبت بالعدوى بينما لم تصب الخلايا الأصلية. ما نقوم به الآن هو التعرف على ما إذا كانت هذه الطريقة تحمي من المسببات الأخرى للأمراض. اختبرنا هذه الطريقة مع الفيروسات، كما أن لدينا بعض البيانات الأولية التي تشير إلى حماية هذه الطريقة من الإصابة البكتيرية، ونحن نريد أن نختبر كفاءة هذه الطريقة في مقاومة أمراض البلازميات السمية، وهي الطفيليات. تقوم الريترو ترانسبوزنز بتفعيل مضادات فيروسات من نوع 3، وهي أكثر حساسية وذات طبيعة معتدلة في عملها مقارنة بمضادات الفيروسات من نوع 1، وهي عند تفعيلها قد تؤدي لأضرار لدى الجنين. إن الحمض النووي الريبوزي المزدوج قادر على تفعيل مضادات الفيروسات من نوع 3 ونوع 1، ولكن ما نراه هو أنها تفعل نوع 3. نعم، نعلم أن هذا النوع أفضل للجنين، ولكن لا نفهم لماذا.